السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في التقرير اليومي الجديد مقدم من ثينك ماركتس. معكم محمد زيدان. كانت بيانات صينية النهاردة صباحا كانت أقل مما التوقعات، وشفنا انخفاض في الإنتاج الصناعي الصيني، وشفنا في انخفاض أيضا في مبيعات التجزئة ومعدلات الاستثمار، مما زاد الضغوطات السلبية على الدولار الأسترالي. ولكن أسواق الأسهم الصينية لاقت بعض الدعم بسبب تفاؤل الأسواق بتدخل الحكومة الصينية لدعم وتحفيز الاقتصاد الصيني. الدولار الأسترالي يقع تحت ضغوطات، وطبعا دائما ما يستخدم الدولار الأسترالي كوسيلة للمضاربة على أداء الاقتصاد الصيني بشكل عام، وعشان كده شفنا هذا الهبوط صباح اليوم. كما نشوف التحليل الفني ونقول إيه هي المستهدفات السعرية. ولكن الأنظار الآن تتجه الساعة 3:30 توقيت المملكة العربية السعودية على مبيعات التجزئة الأساسية ومبيعات التجزئة للولايات المتحدة، ومتوقع أن نرى انخفاض مقارنة بالقراءة السابقة. كما أن شفنا أن البيتكوين يواصل ارتفاعاته، وطبعا من المتوقع أن تستمر هذه الارتفاعات لمستويات أعلى من ذلك، ولكن يجب الحذر في تداولات البيتكوين بسبب تقلباته المرتفعة. أسواق الأسهم يوم أمس الأمريكية ومؤشر داو جونز يلاقي دعم عند 25250 ويعود لمستوى 25500، وده بعد ما شفنا اليونت ترامب أو مرونته في تغريداته بخصوص الحرب التجارية مع الصين، وتأكيده أن هناك اتفاق سوف يصل، وأن التعريفة الجمركية الانتقامية من قبل الصين هي مقبولة وكانت منطقية. وطبعا يطلب من ناحية أخرى من الفيدرال الأمريكي ان هو يبدأ عملية تيسير كامل او يخفض الفايدة لدعمه في عمل الحرب التجارية بشكل عام ضمن الصين. وككلمة أخيرة بخصوص الحرب التجارية، الأنظار كلها تتجه إلى شهر 6، حيث هيكون في مقابلة ما بين الرئيس الصيني ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأتوقع أن قد يكون هناك اتفاق أو بعض التصريحات الإيجابية بخصوصها. ولكن زي ما قلت، الموضوع صعب ان يتم توقعاته بشكل واضح، وعدم اليقين يسيطر عليه. اخيرا الاسترليني تحت ضغوطات بسبب بريكزيت، وخاصه تصريحات المتحدث الرسمي برئاسه الوزراء البريطانيه تريزا ماي، وتوضيحه ان تريزا ماي سوف تعرض مشروعها مره اخرى في اول اسبوع في شهر 6 امام البرلمان البريطاني، وخاصه بعد 7 اسابيع من المفاوضات مع حزب العمال ولم يجدوا ارضيه مشتركه ولم نجد اي تقدم فيها. وده اللي بيزيد برضه الضبابيه وعدم اليقين بخصوص البريكزيت، شفنا فيه ضغوطات عليه في دولات اليوم. تعال نتابع النهارده ونشوف الاداء السعري. نبدا باليورو دولار. يورو دولار كنا متوقعين ان هو يتجاوز مستويات ال 1250، ولكن فشل في ذلك، وشفنا ضغوطات بيعيه على اليورو، واتوقع ان هذه الضغوطات تستمر ونرجع لمستويات 1150. ولكن بشكل عام زي ما قلت لك امبارح ان النطاق السعري احنا شايفينه هو 1280 و 1150. تجاوز 1280 هيرجعنا لمستويات ال 15، تجاوز 1150 هينزلنا مستويات ال 10 والصفر 9.80 صفر 89. واتوقع ان الضغوطات البيعيه والسلوك السعري اللي شايفينه على الاطار الزمني اليومي مع مؤشر ال اس اي يدعم مزيد من الهبوط. امامنا حوالي 30 نقطه وممكن نوصل ل 11 20 ايضا كاعاده اختبار. الجنيه الاسترليني على الاطار الزمني ال4 ساعات، ضغوطات بيعيه واضحه، اختبار لاول دعم مهم عند 28.50، ولكن كانت اهدافنا في التقارير السابقه عند 27.50، نتوقع الوصول ل 27.50. وحتى لو شفنا اي ارتداد بسيط من مستويات ال 28.50 هو مستوى دعم مهم دلوقتي، ولكن ما زال النظرة السلبية تسيطر عليه، وخاصة بعد خروج الاسترليني من هذه الحركة العرضية. ده اتجاه هابط قصير أجل مستمر وقوي، وأهدافنا عند 27.50. أهم حاجة ما نشوفش عودة فوق 29.50 عشان نقول إيه، ما دام السوق تحت 29.50 يعني الاتجاه الهابط هو المستمر، وما نشوفش عودة أعلى. الدولار الأسترالي إحنا من أول ما السوق نجح في كسر مستوى الدعم اللي هنا، وإحنا بنرجح عمليات البيع، وبالفعل رأينا عمليات البيع، والنهاردة ازدادت الوتيرة بتاعته بسبب بيانات السلبية الصينية كما ذكرت في بداية التقرير. وأتوقع أن يستمر هذا الهبوط لمستويات ال 68.50 ومنها ل 68.20، وبالطبع يظل السيناريو ده هو الأكثر احتمالا ما دام السوق تحت مستويات الدعم المهمة اللي هي عند 6 69 50 69 60. ما دام السوق تحت هذه المستويات، مزيد من الضغوطات البيعية مستمرة على الدولار الأسترالي، ده اتجاه قصير أجل ممكن يستمر أسبوع أو أسبوعين حتى لو شفنا عمليات صحية بسيطة، ولكن الهبوط هو مصيره حتى الآن. النيوزيلندي الدولار الترند يتكمل. امبارح كنا محايدين، النهاردة نبدأ نبيع، نستهدف المستويات ال 64 50 و 64 20،
وخاصة ان السوق فشل ان هو يكسر الترند الهابط، وشفنا إعادة اختبار ليه وشفنا تدخل بيع قوي النهاردة، بالتالي الاهداف عندنا حوالي 120 نقطة بالشرط ما يرجعش السوق فوق ال 65 80 مرة اخرى. الدولار الكندي ما زال داخل حركة العرضية مع ميول ان الاتجاه الصاعد، واتوقع احنا الحركة العرضية اوضحها لك انت ذكرتها امبارح، ادي الحركة العرضية هي مستني كسر صعودي عشان ابدا اشتري، او نشوف على الجانب الاخر اي كسر هبوطي، ولكن ما زلنا في مرحلة الانتظار وميلي للاتجاه الصاعد بشكل عام. اسعاري عند 36 80 37 20، دي مستهدفاتي بالنسبة للدولار الامريكي مقابل الكندي، التأكيد هاخده مع كسر الحركة العرضية اللي امامنا. الدولار الامريكي مقابل ين برضو امبارح كنا نتوقع نشوف بعض الارتدادات، مستويات ال 189 169 تماسكت امامه، شفنا بعض الهبوط، اتوقع ان نكون متجنبين، ولكن اتوقع ان نرى 188 مرة اخرى ونشوف السوق هيتصرف عندها ازاي. قد عند مستوى 188 نلاقي دعم ونشوف ارتداد، ولكن هكون محايد، بس الاتجاه العام عشان نشوفه ان احنا شايفين زخم بيعي هو المسيطر، وشايفين اتجاه هبوط قصير اجل ممكن يدفعنا عند مستويات ال 188 158. طبعا لو اتكلمنا على الدولار الامريكي مقابل ين هنتكلم بعديها على الذهب كالحركه العكسيه. الذهب النهارده على الاطار الزمني للاربع ساعات شايفين وجود دعم عليه، اتوقع ان هو يستمر، وخاصه مع تماسك مستويات ال 1292 1293 اللي ذكرتها امبارح، ان هي نرى اعاده تصحيح وتاكيد على مستوى الدعم دوت، بالفعل السوق وصل لها وشفنا زخم شرائي، اتوقع الاتجاه الصاعد دوت يستكمل اتجاهه، اهدافنا عند ال 1304 ومنها ال 1308، ولكن بشرط تماسك ال 1292، اي اغلاق تحت ال 1292 على اطار الزمن الاربع ساعات هيضغط الذهب لمستويات ال 1288 1285، غير ذلك احنا اتجاهنا مازال صاعد. طبعا نتكلم على اسعار النفط، اسعار النفط لو نجيب على الاطار الزمني اليومي افضل، شفنا امبارح بالرغم من استهداف محطات تصفيه او تكرير في السعوديه وبخاطر الجيوسياسيه، ولكن النفط يفشل في الاستقرار اعلى مستويات ال 62 50، واصبحت منطقه محوريه تفصل ما بين الاتجاه الصاعد والهابط. ما دام احنا تحت مستوى 62 50 اتوقع استمرار اتجاه الهابط، واسعارنا المستهدفه 58 صفرين. لو شفت اي اغلاق يومي فوق 62 50 ده يلغي سيناريو الهبوط، ونبدا نشوف صعود تاني ونرجع لمستوى 65، ولكن بالسلوك السعري والمعطيات الفنيه والاساسيه لا اتوقع ان نرى اي نجاح للسوق يرجع فوق 62 50 مره اخرى. الداو جونز امبارح رجحنا شراء وبالفعل ارتفع، ولكن النهارده شايفين بعض السلبيه مع في العقود المستقبليه قبل افتتاح الاسواق الامريكيه، اتوقع ان ممكن نرجع نعيد اختبار مستويات ال 25 250 مره اخرى. لو اغلق تحت 25 250 هيدفعنا 24 800، ويبقى عشان السيناريو الهبوط ده ملغي عشان نقدر نقول السوق هيرجع تاني من قمة جديدة، لازم نشوف اختراق مستويات 25750، يعني ما دام السوق تحت 27750 250 اهداف اولية، وبعدها لو لقينا السلوك السعري سلبي وما زال قوي واغلاق تحت 25250 يبقى اسعارنا او استهدافات التانية عند 24800. على الجانب الاخر السيناريو الاقل احتمالا ممكن نشوف اي تصريحات ايجابية تدعم سوق الاسهم، هي بقى بتركز على 25750، اغلاق فوقيها هيرجعك ل 26200، ولكن لغاية دلوقتي ده غير محتمل تماما. تعال نبص على البيتكوين، البيتكوين مازال في قوة شرائية واضحة عليه، أهدافنا عند 9000 النهاردة، أهم حاجة ما نشوفش أي هبوط تحت 7800 مرة أخرى، ما دام 7800 متماسكة يبقى أنظارنا تتجه لمستوى 9000. ده باختصار أهم مستويات دعم المقاومة والنماذج الفنية التي نتبعها، يرجى الحذر في تداولاتك لأن التقلبات مرتفعة وأي تصريحات بخصوص الحرب التجارية قد تقلب السوق بشكل تام، فبالتالي الحذر والحذر كمية تتناسب مع حسابك والتزام بأمر وقف الخسائر. شكرا لمتابعتكم للتقرير، كان معكم محمد زيدان، مع السلامة.